ولمناقشة الصراع الأمريكي الإيراني في العراق والدور الذي تلعبه الميليشيات في هذا الصراع، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من مالمو المتخصص في ملف الميليشيات سيد عبد الرزاق الحيالي. مرحبا بك معنا سيد عبد الرزاق. أهلا ومرحبا سيدي. لا تزال إيران كما يظهر من خلال ميليشياتها في العراق تهدد المصالح الأمريكية. السؤال عن قراءتكم لاستهداف الميليشيات للمصالح الأمريكية في العراق، هل هو اختبار لصبر بايدن برأيك؟ سيدي، إيران اليوم تسير على نفس الخط اللي سارت عليه أمريكا في تهديد كوريا الشمالية. وصل الأمر حتى في تهديد حرب نووية، ومنها وصلوا إلى تفاوض. إيران اليوم تعتمد وهي ما تثق في المؤسسة العسكرية العراقية، لذلك هي تدعم قواها العسكرية التي استعرضت في أشرف قبل أيام ليتسنى لها السيطرة على القرار العراقي الذي من خلاله تتفاوض مع أمريكا. نعم. هو صراع مصالح على حساب العراق والعراقيين. نعم. لذلك انت تشوف ضرب الابراج وقطع المياه وقطع الكهرباء من ايران على العراق تزامن في وقت واحد، وهاي اوامر من ايران لميليشياتنا وقطعاتنا وقواتنا على ضرب الكهرباء وضرب مصافي المياه، كل شيء تخريب في العراق هو من اجل الضغط على امريكا او ضرب القواعد الامريكيه، أو بايدن يضرب القطاعات الميليشياوية، كل هذا من أجل مصالحهم ومفاوضاتهم النووية. كما تلاحظ سيد عبد الرزاق، الرئيس الأمريكي الجديد ينتهج سياسة الباب المفتوح فيما يبدو مع إيران، ويظهر ذلك جليا في مفاوضات الملف النووي. إلى أي مدى برأيكم ستفيد تلك السياسة مع إيران والميليشيات الموالية لها في العراق؟ أنا في اعتقادي وحسب معلوماتي وباعتبار أني أحد أفراد هذه الميليشيات والمنظمات، وهذا كله شرحته على قناة أبو وحيد الحيالي على اليوتيوب، أنا أدعو كل العراقيين لمتابعة هاي القناة، أتكلم عن تاريخها وتأسيسها وتمويلها وعملياتها وفسادها، كلها موجود على قناة أبو وحيد الحيالي في اليوتيوب. إيران لربما تتنازل من الملف النووي الآن، ولكن ما تتنازل عن ميليشيات العراقية الموجودة بالعراق اللي هي عبرت عن نفسها بالاستعراض ونادت نعم نعم خامني. لهذه الدرجة تشكل الميليشيات أهمية كبيرة لإيران؟ مو، لكن الأذرع الإيرانية في المنطقة العربية مهمة جدا لإيران، والباب الأول هو العراق، السيطرة على العراق وعلى القرار السياسي العراقي وعلى الحكومة العراقية، ومنها السيطرة على باقي بلداننا العربية. وميليشياتنا في الاستعراض نادت نعم نعم خامنئي جبار المعموري، اللي هو مرة شيخ بعمامة بيضة ومرة سيد بعمامة سوداء، اللي انجرح في المعارك الإيرانية على العراق وهو جنباز إيراني نادى أمام الكراديس وأمام المنصة نعم نعم خامنئي. وهذا تحدي كبير وواضح للعراق والعراقيين وللوطن العربي. إيران تستخدم نفوذها من خلال هذه الميليشيات للضغط على ملفها النووي، لكن ما راح تتنازل عن هذه الميليشيات اللي هي أساسها قطعات إيرانية واضحة. نعم. طيب، عندما تقول صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها أن الرئيس بايدن عازم على الرد القوي على هجمات الميليشيات في العراق وسوريا، ماذا نتوقع فيما يتعلق بطبيعة الردود، ولا سيما في ظل الانسحابات المتوالية للقوات الأمريكية من العراق؟ سيد، دائما يعني هم في تخادم دائم، ما في قرار أمريكي واضح على أن أمريكا تقاتل هذه الميليشيات. واحنا من اول دخول امريكا للعراق عندنا اوامر ايرانيه باعتبارنا احنا منظمه بدر، ما نتعرض للامريكان على الاطلاق ونعتبرهم هم شركائنا في العمليه السياسيه. لكن هذه كلها تهديدات من بايدن للضغط على ايران في الملف النووي. اما امريكا وايران فهم محتلين للعراق والتخادم راح يبقى بيناتهم. نعم. شكرا لك سيد عبد الرزاق الحيالي المتخصص في ملف الميليشيات، كنت معنا من مالمو.